بقول لك ايه يا باشمهندس؟ منى يا فندم. هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ هي يا فندم. صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك كلام يا زينهم. اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة قبل سعادتك. لا 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 تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورقة ايه؟ ورقة ورقة اكتب اكتب بس اكتب اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف اكتب ما تقلقش اكتب 015 افندينا اللي هو التوقيع افندينا ايوه هو ده رجل الامن ايوه ماله خطتك حلو بص انا احط دي هنا بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه تحت امرك يا فندم اتفقنا؟ اتفقنا تمام تمام خد يا خد بس يا فندم خد يا زينهم لا لا خد خد امسك بطمني عليك ماشي يا فندم يلا ما تقفش عشان ما تلفتش الانتباه ماشي يا فندم اشتغل اصلا لؤي خلاص بقى انا زهقت منك اعمل اللي يريحك سلام ما تستغربيش ورقه البفره ما تستغربيش ورقه البفره ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي يوصل الود بمزاج عالي دي نمرتي لو مزاجك تمام كلميني لو مزاجك تمام كلميني ولو مش تمام كلميني برضو افندينا